يعتبر شرق السودان من أشهر المناطق في تصنيع السيف والخنجر والشوتال، باعتبار أن هذه الأدوات أو الأسلحة التقليدية من السمات المميزة لأبناء البيا دون غيرهم من القبائل السودانية الأخرى. فسوق الحدادين بمدينة كسلا هو الآخر من أشهر الأسواق على مستوى السودان التي تجيد تصنيع تلك الأدوات والأسلحة التقليدية بحرفية تامة. فالخنجر على سبيل المثال من الأسلحة التي اختصت بها قبائل البيا، حيث أصبح الخنجر من الأسلحة التقليدية والأدوات التي باتت ملازمة لهم في حلهم وترحالهم. فالتميز الذي عرف به الحدادين بسوق كسلا في تصنيع الخنجر جعل الطلب عليه متزايدا من داخل وخارج السودان، خاصة من بعض الدول العربية الشقيقة كاليمن وسلطنة عمان. ويقول بعض الباحثين في هذا المجال من أبناء البيا أن الخنجر يعد رافدا من روافد الثقافة العربية المشتركة الجذور بين عدد من البلدان العربية. هناك تواصل بتاع الجسور يعني ثقافية بين اليمن والسودان وسلطنة عمان وهنا السودان، وخاصة هذا سوق كسلة. هناك يعني خناجر مفضلة عند العمانيين، لأنه بالنسبة لسلطنة عمان الخنجر شعار تقريبا قومي ووطني يستعمله الوزراء والسيد السلطان، وعشان كده بياخدوا مننا أنواع يعني من هنا ذات مواصفات عالية، ويضيفوا عليها بعد ذاك الترشيع بالجواهر والفضة والحجارة الكريمة. عندك الخنجر من المنطقة بتاعت الرقة شمال غرب سوريا، محافظة الرقة، إلى منطقة تايز جنوب اليمن باب المندب كده، إلى غاية رأس الخيمة في المملكة في أقصى شرق شبه الجزيرة العربية، إلى منطقة يعني بابل في أقصى شمال العراق. كل الاستعمالات في الخنجر قد تكون عندها قواسم مشتركة. ده الخنجر طبعا بلغة المنطقة أو البيجا والعامة اللغات الشرقية دي يقول عليه هناك، هناك معوج، هناك هنجر. هناك هنجر دي بلغة البيجا عامة يعني، أو صوت الكروف بلغة البن عامر، بلغة البن عامر بيقول كروف، كروف برضه معوج. ها هاي ها طبعا بتجينا مع بعض الأحيان طلبات من الخليج، عمان واليمن والسعودية، كل واحد بيطلب الشيء اللي جايبينه ليه كان مرسوم، او الواحد بيجيب لي بكلام كده بيوريني كلام وانا بنفذ له الشغله من عوده لحد خديدته. ده طبعا اكثر حاجه بيطلبونها السعوديه، ده السعودي براو، الخليج ذاك عمان واليمن وبراو. اما الشوتال فهو ذو خصوصيه بجاويه التصنيع والاستخدام. فالشوتال بات علامة بارزة ومميزة لأبناء الشرق عبر التاريخ، وأصبح فيما بعد شعارا لقيادة الشرقية فضلا عن استخداماته القتالية في الحروب وفي الدفاع عن النفس. بعدين ده الشوتال علامة الشرقية، سلاح ده كان مشهور به الزعيم عثمان دقنة. فحقيقة الشوتال أصبح فيما بعد رمز لقوة دفاع السودان اللي هي سودان ديفنس فورسي، أرثة العرب اللي هي أبناء الشرق أبناء البيجا هم المكون الأساسي لأرثة العرب، وكان يستعمل الشوتال واحد من الأدوات القتالية بتاعتهم، وأصبح فيما بعد رمز للقيادة الشرقية في قوات الشعب المسلح. شوتال علامة مميزة لأهل الشرق كلهم الآن، يكفي أنه الآن هو شعار الولاية كلها. والشوتال يعني بجانب انه يؤدي المهام بتاعت الضبيحه وكده، زمان اهلنا البيجا الاقدم بيستخدموا حتى في الحلاقه، الصلعه دي تحليقه بالشوتال ذاته. فيما يظل السيف سيدا لتلك الاسلحه التقليديه والادوات، فتصنيع السيف على وجه الخصوص يمر بمراحل متعدده وعبر مجموعه من الحدادين المهره. تبدا عمليه تصنيعه باختيار نوعيه الحديد والذي عاده ما يكون من افضل الانواع. السيف طبعا بنصنعه من الحديد الصلب اللي هو الياي بتاع العربات، وتاني عندك الياي بتاع سكة حديد. الياي سكة حديد ده أجود أنواع الياي طبعا، ياي تمام التمام، يا هو نشقها نصين ونعمل منها السيوف دي. المرحلة أول حاجة تبدأ بالتفصيلة، بعد ذاك بنسحب بنسحب بسحبوه الصناعي والأسطى سوا، بعد ذاك نروحه الرواحة، ياخد نار عشان شوية يطيعك في الشغل عشان يكون لين طايع. بعد ذاك يعني في حاجة اسمها الترجينة،
الترشينة دي النظافة نطلع منه القشرة بالموية. بعد ما نطلع منه القشرة بالموية في زول يبرد نودي للبراد يبردوا يوصلوا لنا المرحلة دي. بعد المرحلة دي عندنا السقاية، سقاية بالزيت، الزيت المحروق بتاع العربات ده عشان يبقى لين طري، يعني لما تتنيه كده يكون راجع محله طري مرة واحد صلب أكتر من أول. بعد السقاية بالزيت يهو نستعدله في السندالة هنا، بعد ما نستعدله نديه سقاية بالموية. بعد السقاية بالموية برجع تاني للزول الببرد، ببرد ومبرد ناعم، قبل كان بيخشن طبعا. بعد المبرد الناعم يديه صنفرة يبيضه، بعد البياض طبعا ده يكون انتهى منه. هسه يجينا راجع احنا بنعمل فوق البرشم ونعمل فوق العود ونديه للجلادين هناك. ديلك كمان عندهم شغل غايم بذاته، بيقوموا يعملوا له شنو، يبردوه يسنوه، يبقوا السنة سنينة مرة واحد. وتاني بعد داك بيقوموا يعملوا له الريشة والقايم، يعملوا له البيت. هسه كده يكون سيف جاهز. ولم يرتبط السيف كغيره من تلك الأسلحة التقليدية أو الأدوات بشرق السودان فحسب، وهناك العديد من القبائل السودانية التي اشتهرت به، غير أن السيف عند البيجة له قيمة جمالية ومصدر تفاؤل لكثير من المناسبات. من القبائل التي تستعمل السيوف هنا في السودان، يعني عندك القبائل السيف الدكري تستعمل، قبائل الشكرية والبطاهين وأغلب قبائل الجالين يتميزوا بسيف الدكري والكار المغربي. أما قبائل الهدندوة يحبذوا الكار والسليماني، وأما الهدندوة في شرق القاش يفضلوا السليماني، من غرب القاش انت ماشي من كسل لغاية دورديب المنطقة الغربية يفضلوا الكار. والسيف الدكري برضو تتميز به، أقصد السيف القرادي، القرادي تتميز به قبائل البني عامر والهباب وخاصة قبائل النابتاب وزينة. يعني مع السديري والسواكن دي لما يكون شايل حامل سيفه اكتملت الصورة الجمالية للرجل البجاوي، هو يعني يؤكد الشهامة والرجولة والفروسية وكمال الرجل البجاوي في حمله للسيف. وهذا السيف برضو كذلك بأسماءه المذكرة قبل شوية يجب أن يكون مفضد، يعني القائم المقبض بتاعه مفضد، الريشة تكون موجودة، الجفير بتاع البيت لازم يكون مزين وجميل، وبيعلقوا فيه بعض الكشاكش شفتها دي أو أشياء جمالية قيمة جمالية. هذا السيف يمنح الرجل البجاوي أو أي إنسان سوداني شايف قيمة جمالية وفيها رؤية للرجل المتكامل. السيف له أغراض متعددة، واحدة منها القيمة الجمالية ذكرناها دي، وهو فعل حسن للإنسان البجاوي، لأنه كل إنسان بجاوي وقت الزواج لما يربط الشال الأحمر ده برضو بيكون شايل سيف. ولو أنت عينت كده تميزت وتفرست في الرجال بتعرف العريس بسرعة، لأنه واقف كده هيئته مختلفة، شايل سيف مزين إلى آخره. وهو كذلك يعني في النهاية هو أداة للقتال يعني وحماية النفس. أبو نجمة من أمهر وأشهر الحدادين بكسلا أحدث هذا الحداد نقلة في صناعة تلك الأدوات، حيث أدخل عليها بعض الأجهزة التي تعمل كهربيا، فأضاف إلى صناعته التقليدية بعدا آخر مكنه من التخلي عن العديد من الآلات التي كانت تأخذ منه الكثير من الوقت، كما أنه أصبح يجيد صناعته لوحده دون تدخل الآخرين. الحمد لله الزمن التطور جاتنا الآلة، فأنا يعني حكاية أجيب الصناعي ويشتغل لك ويجيب مبرد بمبلغ 10-12 ألف، طرأت لي الفكرة بتاعت أنا كنت حداد فرنجي مثلا بالآلة الكهربية، ليه أنا ما أجيب حجر الجلخ ده؟ ليه أنا ما أجيب الحجر الناعم للتلميع والصنفر اللماعة بالكهرباء سريعة جدا جدا، والقشط بالكهرباء والسنة بالكهرباء والسن بالكهرباء، شفت كيف؟ فالحمد لله يعني وجدت الملكة، أنا جاهز من هناك، جيت الأفرنجية دي دخلتها طوالي عملتهن مزدوج حدادة بلدية بآلة أفرنجية، الأفرنجية دي سهلت لي، لكن الأصل جواي هنا البلدي ما تغير، ما تغير كله، بس الآلة سهلت لي في مراحل ريحتني جدا، يعني القشط والسن والتلميع والحاجات دي زمان كان بنعاني منها، بنعمل لها آليات والآليات بصعبانة،
وجيب الجراب والكور والقده وبتاع، لكن حتى ما في، بس تدوس الجردر يديك هواء زي ما انت داري واللي عليك النار. السودان قني بموروثاته التقليدية وبالصناعات اليدوية المميزة، ولكل منطقة فيه خصوصية تميزت بها. فشرق السودان عرف عند السودانيين بإجادة صناعة الخنجر والشوتال والسيف، بل يمثل السيف عند أهل الشرق فعل خير لكل خطوة يخطوها البجاوي على البسيطة. خالد بشير، الشروق، ولاية القسلان.